وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، ورح نكون فيها بعالم الموضة والأزياء. كتير أشخاص نور أو نحن بنفتح هيك الصور القديمة، خصوصا بالعيد بنشوف طريقة لبسنا كانت مختلفة، كان فيها بهجة، أحيانا فساتين هيك فيها ألوان أو حتى كشكش او هيك قصص هذيك الايام. ولكن هاي الايام اكيد يمكن الموضه اختلفت، او يمكن للباس العيد خصوصيه معينه، وفي خطوط اساسيه ممكن نحافظ عليها. رح نحكي عن ثياب العيد وطريقه انتقاء او شو الموضه لهي السنه. بيسعدنا نحكي هاي التفاصيل مع مصممه الازياء منار الخطيب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباح الجميله منار، بنقول لك مره ثانيه صباح الخير. خلينا نحكي يمكن كده نحكي تحت الهواء هيك شوية دردشة صغيرة. الألوان الصيف الموضة مختلفة، عم نشوفها قوية صيف 2022، خلينا نحكي عنها شوي. هلا اكيد هلا نطلع شوي من الألوان مثل ما نقول الغامقة والمطفية على ألوان الصيف. هلا السنة هي درجة الأخضر كان هالشتوية كان دارج تمام مع درجات الزيتي هيك، هلا نحن رح نشوف الخضر من الالوان اللي كثير قويه لهالسنه. هو اللون الاول هو اللون الاخضر، رح تشوفيه بكل الالبسه الجاهزه، بكل بروتين، حتى بالمنصات عروض الازياء عندك الاخضر بكل تدرجاته، حتى الاخضر اللي جاي على درجه اللون الفسفوريه كمان هي دارجه، كمان اللون الخضار المصفر شوي اللي فيه درجه من الصفار تقريبا مثل المفروشات، هي كثير موضه كثير، يعني هذا الدرجه تحديدا رح تشوفيها هي السنه والسنه الجايه، وتبلش حتى على موسم الشتوي كمان رح تلاقيها موجوده لهالسنه. شو الاقمشه اللي ممكن تكون دارجه فيها لهالالوان؟ فيك تقولي الساتانات اغلبها ساتان وشيفون وحرير، هدول اكثر ثلاث انواع قماش ممكن. الفوالي او البوبليني اللي نحن متعارف عليها اللي شوي بتمص الرطوبه، صحيح تمام. الالوان المزهره في عندك كمان من الالوان اللي دارجه، عندك الاحمر والفوشيا كثير لونين كثير دارجين، هن دارجين بالاساس على منصات عروض الازياء، بس كبريتا بورتيكا السوق ما كنا نشوفها، ما كنا نشوفها، هلا صرنا نشوفها اكثر. في عندك اللون السماوي والازرق، ما فينا نقول سماوي قد ما فينا نقول درجة الزرق يعني. التركواز كمان هالسنة رح نرجع نشوفه، كان كتير قليل موته أو نازل على ساحات الأزياء، كتير كان قليل ما كنا نلاقي، فجأة ظهر بقوة. في عندك اللون العسلي، العسلي حتى هلا بموسم الصيف نحن بنقول عسلي إنه كتير قليل، لا رح نشوفه كتير مع اللون الابيض، هاللونين كتير مع بعض بالصيف، نحن بنشوفهم بالشتاء على اللون الاسود، حتى كان بالنسبه للشتويه كنا نشوف الابيض كتير، هو ما كان يكون موجود محبز بالشتاء، صرنا نشوفه على الجزمات. هلا الابيض بكل درجاته مع السكري مع الاوف وايت مع حتى اللون الرمادي، درجه اللون الالماسي، الالماسي رد رجع لهالسنه، بس فينا نقول خجول شوي بعده، لسه ما نزل كبريتا بورتي، بس على مساحة على عروض منصات الموضه موجود هو. من الاقمشه اللي كنا ذكرناها وبالاضافه لها مثل ما حكينا نحن البوبليني الكتان اللي كنا نشوفه من 10 سنين رد رجع هلا، القماشه اللي كثير بتجعلك تماما، هي اللي بتمص شوي من العرق والرطوبه، مريحه للجسم، ما بتعمل تحسس هي النوعيه من القماشه، رجعت لهالسنه بلشنا نرجع نشوفها، بس كمان فينا نقول شوي خجوله، مانا كثير قويه، بس هي موجوده ورح تشوفها السنه الجايه بالاسواق على شكل اكبر. منار مثل ما ذكرت بالمقدمه، دائما لباس العيد بيكون مختلف ويمكن بيحمل شوي من الجراه او الاختلاف عن باقي الثياب. ذكرتي الوان هي هلا كثير موضه، الاخضر، الازرق، الزهر والاحمر، صرنا نشوف كثير عم يتنسقوا مع بعض رغم انه هن يعتبروا الوان يعني ضاويه او قويه شوي مع بعض. كيف بتشوفي اليوم في عم يكون في جراه اليوم بالسوق بتطبيق هاي الالوان مع بعض، وكيف بتطبق؟ هلا ليكي، هلا نحن اول شغله انت اول ما بدنا ناخذ نحن درجه الالوان نحن بنستوحيها من الطبيعه، دائما ايحائك لاي شغله ممكن بتدمج بتاخذيها من الطبيعه، بتاخذيها من الاشياء اللي عينك موجوده فيها. هدول الالوان هلا هي كتشكيله
على حسب بقى انه انت درجه اللون اللي انت عم تدمجيها مع درجه اللون يا هل ترى بتتناسب. هلا الالوان الضاوية كثير ضاربه لهالسنه، خلينا نطلع شوي على الالوان المفرحه. يعني الالوان المتعمه كثير بتاثر على النفسيه، عرفتي كيف؟ يعني هلا من درجات الالوان، هلا اذا بدي اقول لك على درجات اللون اللي بتعمل نوع من الكآبه تأثير اليومي، هلا مثل لباس المدرسي مثلا عندك اللون الرمادي، تمام؟ اثبتت دراسات بريطانيه انه هو بيعمل من درجه من درجات الكآبه، وحتى باللباس المدرسي لغوه، يعني عرفتي كيف؟ فدرجه الالوان كثير بتلعب على النفسيه بالاستمرار باللبس. فهذا الخليط بالدمج هو اوقات اللون الاحمر فرضا لازم دائما تضربيه مع لون اغمق او افتح بشوي لحتى تهدي او تهذب اذا انت بتحبيه وبتلبسيه باستمرار، لانه دائما بيعطيكي نوع من شوي الاندفاع، يعني ناري الناري بيعطيكي نوع من الضوجه اوقات. يعني اذا انت كنتي معصبه ولبستي وعم تلبسيه بشكل دائم او انت ناريه، فيفضل انه ما تلبسيه بشكل دائم استمرار، لانه مع الوقت بيعمل هذا. فهذا الخليط اوقات بيريح بانه نحن نشوف درجات الوان كلياتها مخلوطه مع بعضها، ما هو كثير شيء، ما هو سيء، بالعكس هو شيء ايجابي لحتى الواحد يحسن من نفسيته. والالوان بالاساس انت اوقات اذا كانت نفسيتك تعبانه بتحسي حالك انه يعني مجرد انك لبستي هذا اللون صحيح. شوي رقتي، شوي هديتي، او يمكن بتحسي بتغيري مودك، يعني بتلاقي مثلا هي الالوان بتعطيكي نوعا ما طاقه، بتعطيكي في حاله من الفرح، بتنعكس عليكي. ويمكن من اجمل التفاصيل اللي بنحكيها يمكن عن الموضه والثياب، ثياب الاطفال، يعني للثياب الاطفال بما انه نحن جايين عيد الى خصوصيه، يعني دائما بتحسي الالوان معهم مختلفه، هن البهجه والفرح. خلينا نحكي عن الوان الاطفال، ويمكن اليوم الحاله الاقتصاديه بتلعب دور، يعني قبل بتلاقي الكل كان قدران يشتري ثياب يلعب على هي التفاصيل، اليوم لا، يعني مو كل الناس فيها تشتري ثياب، بس فينا نلعب يمكن على ثياب عنا، نعمل لها اعاده تدوير، نضيف لها بعض اللمسات من خلال هي الالوان اللي بتعطي نوعا ما بهجه وفرح. اكيد هذا الحكي. هلا نحن هلا كنا عم نحكي على التلوين، على فكره اللي بيصير على النسواني بيصير على الولادي. صحيح. تماما، او البناتي. الفكره منه انه نحن بالالوان الولادي ما كنا نشوف الكحلي، كان كثير قليل، كنا نشوف السماوي، الزهر، الابيض، الالوان الفاتحه، لانه هي بتاثر على نفسية، بتهدي من 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 الولد اجمالا حرك، تمام؟ بدك الوان تهدي، شو الالوان اللي ممكن تهدي او تعطي طاقه هدوء؟ هلا ليش الاولاد الصغار اوقات نحن وقت بيولدوا بنلبسهم الزهري او بنلبسهم السماوي؟ حتى يهدي شوي من الولد والحركه تبعه او الطاقه الموجوده عنده للطفل. فهي الالوان هي شوي بتعطي نوع من السلوكيات الهدوء، عرفتي كيف؟ فنحن دائما نتوجه للالوان الفاتحه ومن بعد عن الالوان الغامقه، لانه بتعمل مثل ردات فعل عكسيه للطفل. فانا مع الولد انه نحن نكون بالالوان. هلا بنشوف منصات الموضه الاسود للطفل، صح، تماما، بنشوف الالوان انا ما بفضلها للاطفال. حتى الاحمر بنخفف من درجات الاحمر، مثل ما كنا عم نذكر شوي، بنكون ملبسينه معه مع السماوي، مع الازرق، مع الابيض، مع الرمادي. يعني دائما حتى الالوان نحن اللي بتعطي شويه من الالوان الطاقه السلبيه اوقات ممكن نحن تضربيها مع الوان تكسريه بلون ثاني، تماما، الالوان الضايجه، فبتهدي شوي من بس هو الغايه من ما دائما نلبس نفس اللون لحتى ما يعكس على شخصيه الطفل او انعكاسه على تاثير طاقته السلبيه، طاقته للشخص، يعني عرفتي كيف؟ فهلا بفضل انه الالوان تكون دائما مفرحه للاطفال، لانه هي بالاساس بتعطيكي جو حلو، يعني ما فينا نقول انه اللون ما بيعطيكي اثاره اوقات للاشياء الداخليه. نعم. كمان نتيجه الاوضاع الاقتصاديه شويه صعبة، صار في أولويات، يعني ممكن الأم ما تشتري إلى هذا العيد لأولادها، ولكن ما فيها تطلع بلا إطلالة العيد، عم يكون في شيء له علاقة بإعادة التدوير، إذا بدنا نقول قطع موجودة عندنا ممكن نضيف لها شوية إكسسوارات تغير شوي من الإطلالات. خلينا ناخذ فكرة كيف ممكن اليوم نعمل إعادة تدوير لهي القطع. عندك إعادة التدوير، أنت على أي ست بليت عندها أوقات في عندها ثياب هي ما لها بحاجه الا، نحن ما رح نقول قطع موجوده كثياب كاطفال وبدنا نعيد، لانه نحن الطفل اوريدي عم يكبر، تمام، فعم بيتغير تكوينه الجسم. هلا الاوقات الست البيت نحن عم نحكي على البنات الصغار،
يكون عنده قطع هي ما لها بحاجة لها، فممكن أو مثلا زغرانة عليها، فممكن هي تاخذ هالقطعة إن كان قميص جينز، ممكن تعمله فستان إذا كان عمره 3-4 سنين، بينقص هذا بيتاخذ القميص وبينعمل بطريقة، لأنه هلا هي درجة موضة القمصان ممكن نتعدل عليه، ممكن بالطريقة اللي هي ممكن بتحب تلاقي طفلة أو بنتها، حتى بالنسبة إذا كان عنده فرضا قميص أو بنطلون جينز ممكن تقص هذا وتساوي لها اياه بطريقة، حتى الصبياني فيها كمان تعدل عليه، حتى بالنسبة للرجال إذا كانت ست البيت، هون بيرجع لست البيت والقدرة تبع إدارة أمور المنزل تبعها، تمام؟ كيف بتقدر تلاقي إنه بدها تدير إنه فيها توفر أو ما فيها توفر؟ دائما نحن بالأعياد بتحب المرأة إنه تشتري لأولادها جديد. صحيح. تماما. فحتى إذا كانت عندها قطعة جديدة وزغرانة عليها فممكن تعملها بطريقة تطلع أحلى من اللي عم تشتريها بالسوق، تمام؟ ومنصات عروض الأزياء صارت كثير حتى بالنسبة للولادي والأطفال صارت كثير موجودة، والتعديلات كثير موجودة صارت، لأنه هن نحن بناخذ القطعة من النسواني ومنعدل عليها صرنا على الولادي. صحيح. ويمكن قلتي نقطة كثير مهمة، يعني هي ست البيت أو الصبية هي بتلاقي بتعمل لمسة خاصة أو بسمة خاصة، وهي بنشوفها كثير مع كثير من الصبايا، يمكن بتعطي لمسة خاصة على ثيابها من خلال إضافات بسيطة، قديش بتلعب دور بإطلالتك من الإكسسوارات. أكيد. حركة بسيطة. يعني بتلاقي قميص مثلا واسع فاضي، بتلاقي حطت له سنتور، قلبت الستايل كله، هي التفاصيل وبتأثر على نفسيتك، يعني بتلاقي إطلالتك مختلفة. وفعليا بتأثر بطريقة إيجابية. هلا من الشغلات اللي كمان دارجة على الثياب حتى على الولادي، ما كنا عم نذكر انه من النسواني للولادي، عندك مثلا تلاقي الاستراس، بتلاقي اوقات البيات، عم تلاقي اوقات حتى هي طلعات لنهار، تماما. عندك بتلاقي السيلان، هو هلا السنه كثير دارج موضه السيلان، رجعت بقوه، حتى البيات موجود، بس كمان دارج على الثياب تبع الاطفال موجود. صحيح. بشكل هذا فبيعطي شويه انوثه، مثل ما تذكرتي هلا دارج اللولو كمان، فممكن تلاقيها على القطعه. الاعمار، نحن عم نحكي مثلا عن الاعمار 8 سنين 9 سنين بتتقبل الطفل انه نحن او الطفله انه نحن نحطها على ثيابها مواد او اكسسوار، فبترغب بتحب القطعه اكثر، تمام؟ بتعطيه رونق للقطعه، اما بالاعمار الصغيره فبتلاقيه بيلعب فيها، مو بفضل انه تكون موجوده على الثياب. ايضا خلينا نحكي عن اخطاء شائعه عم بتكون بتنسيق الملابس، بننزل يمكن على السوق وما بنلاقي شيء عجبنا، بنضطر ناخذ شيء ما بلائمنا، او قصات او تطريزات معينه يمكن ما بتلائمنا، بتنفرض علينا فينا نقول. خلينا نحكي عن شغل خطوط بالموضه شائعه عم بتكون وهي غلط، لازم نبتعد عنها برايك. هلا لك شغله، هلا يعني اكثر شغله نحن ممكن نحن نغلط فيها، ما نقول نحن باختيارنا للقطعة، هي اختيارها مو كشكل موجود، لا، هي كمان نحن وقت من قيسة أو من البسة، تماما، شو اللي بتظهر لنا ديفويات بالجسم، شو اللي هي بتبين عيوب. هلأ رح نحكي شغلتين، نحكي عن النسواني ونحكي عن الولادي. هلأ مثل ما نحن هلأ كنا نقول نحن فترة أعياد، طيب شو الأخطاء اللي ممكن نحن نتلافاها باختيارنا للقطعة؟ الولد بده يلعب، هلأ ما عندك من عمر مثلا 3 سنين للعشر سنين، اوكي، فبتكون حركته كثير ديناميكيه، ما معقوله البنت نحن نلبسها فستان ابيض او ابيض او اوف وايت، او مو بس اللون عندك وعليها مثلا استراس او كذا، فالولد بده يحرك، فدائما بقول انه لبس النهار مثلا غير وقت بدها تاخذ الاولاد وتروح على عند اهلها، او بدها تطلع تاخذهم على المطعم، او تاخذهم بجنينه بدك تلبسي جينز اجباري للولد، تمام؟ لانه بالاخير بده ينغسل، فما خرج انه يلبس الوان ثانيه، عرفتي كيف؟ دائما عملي اكثر، فاي مشوار اختيارها للست البيت بده يكون على حسب الطلعه اللي طالعتها، هذا شيء مفهوم منه. الشيء الثاني بالنسبه للاخطاء اللي كنا عم نذكرها للست وقت بدها تختار شيء غلط بالعيد، هي اختيارها بالنسبه لتقطيع جسمها، تمام؟ اوقات كثير انا بلاقي صبايا انه لابسين شغلات مو لابقه، القطعه حلوه اختيارها حلو بس هي مو لابقه للجسم. خلينا نوقف عند هي النقطه، يعني مثل ما قلتي يمكن القطعه جميله على الملكان، بس مثلا النص حا
المش طويله ما بتلبق مثل مثلا النحيفه الطويله. خلينا نعطي بعض التفاصيل، يعني كثير بنسمع مثلا المقلم بالطول بيختلف عن المقلم بالعرض كيف بينعكس على جسمك، ونحن مثلا بالعالم فينا نقول الوطن العربي الشرقي ممتليين شوي ببعض التفاصيل، فلأي يمكن ست هلا حابه فعليا تكون باطلاله خاصه بالعيد بعض خطوط الموضه اللي بيناسب مثلا الطوال النحاف اللي مش كثير طوال ما بدي اقول اثار حسب جسمهم وتقطيعهم شو اللي بيلبق لهم ولا لا؟ تقطيع الجسم دائما للبنت اللي عندها قامه طويله عندها قدره يعني قامه الاجرين، مو بالضروري تكون يعني مثلا طول 163 او 62، نحن بنقول لا كثير طويل، لا يعني ما لا طويله وما لا مايله من الطول ولا قصيره، صحيح. فهي بين الطولين، فاللي عندها قامه طويله حتى لو كانت بهذا الطول او هذا المقاس اذا لبست العريق يعني الخطوط العرضيه ما بيبين قصره تماما ابدا، بالعكس كل ما كانت قامه الاجرين حتى لو كانت قصيره فبيعطيها طول على فكره، شو ما لبست شو ما لبست غير اللي عندها الاجزاء تبع الجسم متناسقه طوليا بين قامه من عند الكاحل لعند الركبه، من الركبه لعند الورك لعند الكتاف، هذا التناسق فبيعطي شوي. هون بقى نحن الاختيارات بتكون دقيقه اكثر. هلا ما شاء الله البنات كلياتها بنشوفها قامه اجريها طويله، فهذا اللي بيساعدها اكثر على انها تختار، عند الخيارات واسعه. اما اللي كنا عم نحكي عن تقاسيم جسمها شوي متناسقه فهون بقى صار في دقه بالاختيار، مو كل شيء ممكن يلبق لها. عندك اللي عندها حجم الورك كمان شوي اعرض من حجم التناسق بين الفخاد تماما الكتاف، كمان هذا بده العريض الخطوط المقلمه نبعد عنها، وهذا صار معروف بالنسبه للصبايا كلياتها. الخطوط الطوليه هي دائما بتخفف عندها بالعرض تبعد عن المعرق، لانه كمان المعرق والمعرق تحديدا الورد الكبير، هلا دارج موضه الورود كثير على الثياب، فاذا كان بنطلون بالمفروض تبعد عنه الكبير، اما الصغير الناعم فبيضيع عنده الورد الصغير هذا اي نقش ناعم فهو بيضيع. اما بالنسبه للست اللي كتافها عريضه، هلا نحن عندنا دارج موضه الكتاف المنفوخه شوي او الزم والكتافيات اجباري بدها تبعد عنها، لانه بدها تعرض خاصه اذا كان عندها من عند الخصر خصره ضيق تماما، فبده يعطي فوليوم حجم غلط بالشكل. فكثير بشوف اوقات صبايا هيك انه لابسين كثير على الموضه بس هذا اللي كنتي عم تحكي قبل شوي بس ما له متناسق مع صحيح تقاسيم الجسم. فنحن في كثير اخطاء شائعه موجوده بدها ذكر حلقات، بس نحن عم نذكر موجز منه سريع. مثلا مثل عندك هلا دارج، هلا في شغله حلوه دارجه بس حلوه ما أنا خطا، انا بشوفها دارج القميص مع البروتيل ويكون القميص مفتوح بس هذا مايل للكاجوال، فخطوط الموضه صارت في عنا خطوط تقدر تغطي عيوب موجوده عند الانثى تماما، تستغلها تبعد عن الاشياء اللي ممكن تظهر مفاتنا الغلط اللي ما لها حلوه ما لها موجوده. الختام بدنا نشكرك كثير اليوم لكل المعلومات الجديده والسلسله اللي قدمتي لنا اياها، اكيد بنقول لك رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ومناسبه وانتم بخير. ينعاد عليكم يا ينعاد عليكي مصممة الأزياء منار الخطيب، بدنا نتشكرك. شكرا. مثل ما قلتي بحديثك بحلقات قادمة رح نحكي بشكل موسع عن كيفية فيها المرأة تطلع بأجمل إطلالة يمكن وبلمسات بسيطة. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.